السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه، كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غادي نعجن واحد الخبز مع بعضياتنا. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وما تنسوناش بلي لايك. و عندنا هنايا 450 غرام ديال الماء، واحد المعلقة ونص ديال الخميرة. غادي نخلطو هاد العناصر مع بعضياتها. الماء يكون دافي، غادي نخلطو مزيان. غادي نعبرو بهاد، الى عندكم هذا ولا ديروا معلقة صغيرة ونص، ما تكونش خميرة بزاف. وغادي نخلطو ونبقاو كنحركو مزيان حتى يدوب لينا داك الخليط ديال ديك الخميرة مع الماء. غادي نخلطو مزيان حتى يدوب لينا هاد الماء، الخميرة مع الماء دافي. المهم غادي نوجدو نعبرو 600 غرام ديال الفورص، ومن بعد اللي نجحت ليكم هاد الخبيزة تقدروا ديروها بالزرع ولا هذا. وقت ان شاء الله غادي نقدمو مع بعضياتنا واحد الخبز باشكال، فيه اشكال متنوعة، اشكال كثيرة. نقدروا نديرو فيها مثلا القرقع، نقدروا نديرو زرعة القرعة، بزاف الحوايج عندنا ما يدار ان شاء الله. بعد ما عبرت هذاك 600 غرام ديال الفورص راه مغربل. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الملحه مع داك الطحين. وغادي ناخد الراس ديال العود ديال هاد السباتيلا، وغادي هي باش غادي نخلط العجينه ديالنا. ما غادي نعجنوها لا بيدينا لا ندلكوها لا حتى شي حاجه. المهم كنخلطو بهاد سباتيلا ديال هدا، ولا ما عندكم تقدروا ديرو مغرفة اللي كان، اي حاجة ديال العود. هانتوما شوفوا كيفاش كنخلط، يعني ما كتحتاج لا دليك لا عجينة لا زعما لا بيدينا لا والو، غير هكا. بالنسبة للطياب كنديروها في واحد الطنجره، نتوما غتشوفوا الطنجره كتكون من نوع كيكون ثقيل، يعني نتوما تقدروا تشوفوا اي يعني شي حاجه اللي ما عندهاش ما فيهاش البلاستيك في اليدين ولا شي حاجه باش ما تحرق فيكم في الفران. كيكونوا طنجرات ديال اينوكس ثقال وداكشي، تقدروا تستعملوا تقدروا زعما طيبوا فيهم هاد. المهم هاد العجين غادي نخليها واحد ربعة سويع ترتاح بحرارة المطبخ، ومن بعد غادي ان شاء الله ندخلها للثلاجة نخليها واحد 12 ساعة في الثلاجة تقريبا. نقدروا نعجنوها في العشية ونبيتوها في الثلاجة، من بعد غادي نجبدوها وغادي ان شاء الله نخليوها واحد ساعة ترتاح، او غادي نديرو لها زعما نسرحوها ونعاودو ندلكوها على اربعة المرات نطويوها زعما.
بعد ما انا قلت لكم نخرجوها من الثلاجه، انا كنفكركم تخليوها واحد ساعه ما كانت ترتاح، ملي غادي نلويها بحال هكا وغادي نلولبها بحال الخبز انتم غتشوفوه في الفيديو. هاد الخبز كيجي زوين، نقدروا زعما نستعملوه في البيوت ديالنا ساهل، زعما كتشوفوه اغلبيه في الفيديوهات ولا في هذا، ولا حنا ما كان حنا عرفتو كنديرو غير الخبز البطبوط ولا هذا. ما تخافوش من العجين، دردنا الطحين، غادي نحاول انني غادي نلويها بحال هكا، نتوما شوفوا في الفيديو كنحاول انني نبقى كنلوي فيها بحال لا كنلولبها بهاد الصفيحة هذه. وبالنسبة للفران كنديرو كي سخون، كندير فيه الطنجرة تسخن، كنخليها واحد 40 دقيقة هكا ولا 30 دقيقة تتسخن في الفران. وكل واحد بالنسبة للفران كنقول لكم دائما على حسب درجة الحرارة الفرن ديالو، يعني حسب كل واحد اش عنده الغاز عنده هذا. كنحاول انني نجبدها بعد ما انني كنجبد هذيك العجين، كنحاول نجبد كنضغط باش بحال نسرحها غير بيديا بحال هكا، ما كنقرش نجبد. غادي نطويها، كنجبد وغادي ان شاء الله نطوي. ملي غادي نجبدها مزيان نطوي هاد الضيه، وكنضغط بالاصابع ديالي ديال غير بالاصابع بحال هكا، وغادي نعاود نلوي تاني، وغادي نضغط بالاصابع، وغادي نعاود تاني نلوي لويه وحده اخرى على الطول. اللي كنديروا العجين ديال الكرواسون، كنضغط بصباعي، كنعاود تاني نتوما شوفوا. المهم كما كنقول لكم الفيديو راه كيشرح راسو. المهم كنحاول انني نلول بها وناخذ هذيك كنعاود نبقى كنخشف باش ما نخليش دوك الجوانب خارجين ديال هذوك اللي طويت. كنحاول انني نلول بها بحال الخبزه، كنضغط كنخشي داك اللي تحت ديالها بهاد الصفيحه هذه. كنخشي كندور وكنلولب. كنحاول انا نغطي ولا هذاك الجوانب اللي بقاو ما يبانوش. انا غنجيب ورق الزبده وغادي نحطو من التحت، ندير شويه ديال الطحين شويه، نسرحو بيديا، وغادي نحط العجين ديالي وغنعاود نولب تاني العجينه باش نخشي لهذوك كما قلت لكم هذوك الطيات اللي كانوا طويت ما يبانوش. هنا غادي نغطيها، غادي نخليها ترتاح واحد شويه.
ماشي نخليها تخمر، غير نخليها ترتاح واحد شوية وصافي، وغادي نجي نقطع هذاك ورق الزبدة اللي بقاو، خليها غير على حساب الدائرة اللي ديال العجينة. غادي ندهنها، نرشها، سمحوا لي عفوا، غادي نرشها بالطحين، كنقطع كما قلت لكم هذوك الجوانب ديال البراق الزبدة، ولا تقدروا تعبروه من قبل، تحطوا نيشان فيها على قياس ديال الجميلة. من الجميلة من نوع الماركة اللي هي كتكون شوية ثقيلة، هذيك مزيانة، كنعجنوا فيها هذا الخبز. وكنوا موجدين واحد الزيزوار، كنحاول نقادها على الجوانب دائما، انا عندي كنحاول انني باش نقادها تجي مقادة. غادي نزيد عاوتاني شوية ديال الطحين باش كيعطينا، ملي كنزوقوها بالزوار كتعطينا واحد ديكوراسيون زوين. المهم غادي ندير على 4 مرات، ندير في الحلة الاولى، نعاود الثانية على 4 مرات كما قلت لكم. وهاد الجوانب ديالهم على الوسط كنديرو، ما كان متنوصلش للفوق باش تعطينا واحد ديكوراسيون زوين في الخبز. المهم الى عجبكم هاد الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك كما قلت لكم، وكنشكر جميع الناس اللي كيدخلوا عندي القناة اللي كيتابونا واللي ما كيتابونا، وشكرا لهم، واللي دخلوا جداد مرحبا بهم وألف مرحبا. وقناة ماما حبيبة راهي قناتكم كما كنقول، ولا عجبكم هذا الفيديو جربوا، كنتمنى انكم ان شاء الله تجربوا هاد الخبيزة، راه كتجي زوينة، وتصيبوها الفطور لوليداتكم والأهل ديالكم. جميلة راه سخونة، ما نقولش ليكم سخونة، سخونة بزاف سخونة. غادي نحاول انني نحط هذيك الخبزة لان راه سخونة، درتها في هذا، حطيتها باش نحط الخبز ديالي في الداخل. غادي نحطها، تحاولوا انكم تحطوها وما تقيسوش، لا تعودوا تحرقوا في يديكم الله يستر. المهم غادي ندخلها الفران، غادي نكون مغطيها، نخليها بالغطا ديالها، غادي ندخلها هنا الفران. هي بعد ما دخلت الفران غادي نخليها تطيب، ملي غادي تطيب غادي نخليها واحد ربع ساعة، غنبقى مرة كنطل باش نشوفها بدات كتحمر، ونحس بها انها تحمرات من التحت، لان العافيه من التحت. غادي نخليها ومن بعد غادي نقدر نعريها، ما نخليهاش مغطيه باش تحمر ليا الوجه ديالها. ها هي الخبيزه ديالنا وجدات، شوفوا كيفاش جات غزاله، ما نقولش لكم، محمره زوينه، فشفشه، مقرمشه. وهذيك القضيه ديال التقرميشه اللي قلت هذيك خصكم تضربوا لتحت حتى تسمعوا طق 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 طق، تعرفوا الخبزة بخير. راه نجحت معاكم هاد الخبزة. ها هو الخبيز، شوف كيفاش دا الشهيوة منه، ما نقولش لكم، كنتمنى ان تجربوه لوليداتكم. هادي الزبدة بالاعشاب وبالثومة، المهم
نحاولوا اننا الكسكروت للصباح. المهم تقدروا تقريوه زعما ديروه في التوستر، راه كيجي زوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.